وللحديث عن الشلل السياسي الذي يعيشه العراق وتهديدات أقطاب العملية السياسية بالتصعيد مع فشل جلسة تسمية رئيس الجمهورية، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي محمد جواد فارس. أهلا بك سيد محمد. يعني بداية، المالكي عد تأجيل تسمية رئيسي الجمهورية والحكومة بالانتصار للعملية السياسية وحقوق محافظات الجنوب والوسط. السؤال هنا، إلى ماذا يؤشر هذا الخطاب المفعم بالطائفية التي دأب على الترويج لها؟ اهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. اهلا بك. نور المالكي يعتبر نفسه هو الناطق الرسمي باسم الاطار التنسيقي، ولذلك جاء بهذا التصريح ليعلن انه ومجموعه من النواب المحسوبين على حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قاطعوا الجلسه، ولذلك لم يكتمل النصاب، والإطاريون لم يدخلون القاعة، وكذلك جماعة الحزب. والهدف هو ترسيخ للمفهوم الطائفي خوفا من ضياع النفوذ الذي مارسوه خلال فترة حكمهم للبلد لسنوات متعددة. وكما هو معروف، شعبنا العراقي يتذكر جيدا أن نور المالكي صرح مرات عديدة وعلى شاشة التلفزيون وفي لقاءات إنهم كحكام فشل وهو من ضمنهم، ولا يروق له ثانية التحدث باسم حكومة وطنية، وإلا المعروف عنه أنه طائفي النزعة ومتحزب لحزب الدعوة، ولذلك يخافون خوفا من انه اذا ما تمسكوا بالسلطه فسوف يكون للقانون حساب عسير خلال هذه السنوات التي حكموا فيها البلد، ويحاسبوا على كل ما صار من ايام الاولى للاحتلال وحتى الوقت الحاضر. نعم سيد محمد، هذا الخطاب المتبادل بين الاطار التنسيقي والصدر وادعاء كل منهما بتمثيل الشيعة، ألا يؤكد بشكل أو بآخر أن العملية السياسية لا تزال تسير بذات النفس المحاصصتي؟ تفضل. بالتأكيد، لأنه هكذا هم يريدون، أنه الطائفة الشيعية هي اللي مهيمنة على السلطة، وبالتالي هي ضمن المحاصصة المنصوص عليها والتي اعتادوا عليها سابقا، فهي أنه يكون رئيس الوزراء في الحكومة التنفيذية، أي الحكومة التنفيذية هو من الشيعة، وكذلك رئيس الجمهورية من الأكراد، وإضافة لرئيس مجلس النواب من الطائفة السنية. هذه هي التقسيمات التي مشوا عليها، يريدون حاليا أن يبقون عليها، ولذلك هذا هو ما يبغون به، وبالتالي هذا لا يخدم شعبنا ولا توجهاته لإقامة دولة عراقية تحترم نفسها ذات سيادة ولا تستلم القرارات والأوامر من خارج الحدود. طيب، في ذات الإطار، يعني عدم حضور النواب الذين يصفون أنفسهم بالمستقلين لجلسة البرلمان بانتظار من سترجح كفته في البرلمان، إلى أي مدى يشير إلى أن البرلمان الحالي لم يخرج عما سبقه من نسخ؟ أعتقد أن هناك فئة من المستقلين أرادوا أن يبتعدوا عن المشاركة بحجة أنهم مرضى، وهم ثلاثة منهم دخلوا إلى المستشفى قبل جلسة مجلس النواب، وهناك آخرين ممن رشحوا وانتخبوا على أساس مستقلين، ولكن هم من فئات معينة، وخاصة من هؤلاء الذين هم من حزب الدعوة وأحزاب أخرى موجودة في السلطة، ولذلك أنه هؤلاء يريدون أن يجدوا محل لهم، وهم لا يمثلون بالتأكيد هذا الاتجاه التشريني الذي ظهرت به هذه التظاهرات من أجل
حقوق الشعب العراقي في المواطنة بدلا من التجمعات التي تهدف إلى طائفية مقيتة. سيد محمد، وشعبنا لا يعتاد على الطائفية أبدا ولم يعتاد. هذا واضح. هذا الثلث المعطل الذي تتحدث عنه قوى الإطار التنسيقي، إلى أي مدى بات يمثل خيار الأحزاب لإحكام سيطرتها على القرار السياسي في العراق وإغراقه أكثر بالأزمات؟ والذي يجري الآن هو عبارة عن كسر إرادات بالنسبة لهذه الجهات اللي هي الآن تلعب هذا الدور المعطل كما يسموه، وكذلك الصدريين جاءوا بنفس آخر وهو إقامة حكومة وطنية لا شرقية ولا غربية كما هم بشروا بهذه الشعارات. وأعتقد أن هذه الأمور التي هي لا يمكن أن تنطلي على شعبنا العراقي، وإنما هي شعارات براقة من أجل الحصول على عملية الكسب الغير مشروع لبسطاء الناس الذين يتصورون أنه فعلا هذا التيار وهذه الجهة هي ممكن أن تأتي بالخير لهم، وهم جربوهم خلال 18 سنة والعراق يعيش في دوامة الطائفية ونهب ثروات شعبنا العراقي على يد هؤلاء ممن هم يريدون السلطة يتمسكون فيه، لأنه يعرفون جيدا إذا ذهبوا من هذه السلطة فانتهت عملية تواجدهم في هذا الاتجاه، ولذلك يبقوا متمسكين من أجل الحصول على مراكز معينة داخل إلى السؤال الأخير الآن سيد محمد، يعني هذا التأثير الإيراني واستمراره في العراق تنبه الحراك الشعبي إليه بشكل مبكر عبر مطالبته بإسقاط أحزاب العملية السياسية قاطبة. السؤال هنا، انعتاق العراق من نفوذ طهران إلى أي مدى أصبح ضرورة ملحة؟ هو ضرورة ملحة بالتأكيد، أنه يجب أن يكون هناك استقلالية وأن يبتعد الإيرانيين عن التدخل في الشأن العراقي، لكن من خلال الزيارات التي قام بها قاني مثلا من أجل التوفيق بين الجهتين بين الصدريين وبين الإطاريين، ولذلك نجد أنه بعد انعقاد جلسة البرلمان وعدم الحصول على الأغلبية وجدنا أن السيد الحلبوسي قرر السفر إلى إيران من أجل التشاور، وبهذا يعطي انطباع أن هناك مشغليهم الإيرانيين ولا يمكن أن يتنصلوا عنهم. فسافر إلى إيران أو بعده لا أعرف جيدا، ولكن سفره معناها أنه يريد أن يوفق بين التوجهين الإطاريين والصدريين من أجل الحصول على لملمة هذه الأمور باتخاذ إجراءات تنسجم مع إرادة الإطاريين اللي هم بالتأكيد زيديين ومتواجدين ضمن الإطار الإيراني الذي يرتؤون فيه هو منبرهم وهو توجهاتهم، ومعروفين بهذه القضية منذ دخولهم إلى العراق. الكاتب والباحث السياسي محمد جواد فارس، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.